الأمثال في اللغة السقطرية دراسة موضوعية فنية، هي رسالة علمية قدمت لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها للباحث السقطري فايز محمد سعيد سليمان. تضمنت الرسالة مقدمة وتمهيدا وثلاثة فصول. وفي مقدمة الرسالة تطرق الباحث إلى أهمية البحث النابعة من أهمية دراسة الأدب السقطري البكر الغني الزاخر بفنونه المتنوعة ولغته المتميزة، وقد سار البحث في إجراءاته وتحقيق أهدافه على المنهج الوصفي التحليلي. في تمهيد الرسالة ذكر الباحث نبذة عامة حول اللغة السقطرية وما تحمله من أدب وثقافة وما اشتملت عليه من فنون إبداعية منها الأمثال التي لها أهمية بارزة في الاستعمال اليومي للمجتمع السقطري، ولها حضورها المهم في الكثير من المواقف التعبيرية والتواصل الكلامي الرسمي والمناسبات الاجتماعية. احتوى الفصل الأول للرسالة على مفهوم المثل ونشأته عموماً، والفرق بين الأمثال والحكم والأقوال المأثورة، بالإضافة إلى نشأة المثل في الأدب السقطري وأنواعه. أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى الأمثال السقطرية في أبعادها الأربعة الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية والدينية. وتناول الفصل الثالث الخصائص الفنية للأمثال السقطرية والمتمثلة في بلاغة المثل وأسلوبه وبنيته اللغوية. توصل البحث إلى العديد من النتائج، أهمها أن دراسة الأدب السقطري يحتاج إلى جهد واستقصاء، كون الدراسة فيه تتعاطى مع الموروث غير المكتوب وغير المدون، بل هو عبارة عن روايات شفهية تدور بين الناس تناقلتها الأجيال، ويحوي إرثاً ثقافياً ومعرفياً يطل من خلاله على ثقافة وحياة أفراد مجتمع سقطرى.